Hello? Pode falar um monte de mal jesuíta. Ladies and gentlemen, good morning. أيها السيدات والسادة، طاب صباحكم. إذا أرجو التفضل بالجلوس كي نبدأ رسميا. أنا جينجو وأنا عامل المنتدى، ومن أهم المسؤوليات لدي هنا أنا سعيدة بأن أعمل مع ما يزيد عن 120 مبادرات وطنية وإقليمية. عملنا على عدد من الأهداف عبر السنة، يعني هو من ضمن تنظيم الجلسات العامة منذ عام 2016. أنا أعتذر عن نبرة صوتي، ليس صوتي مريح في هذا الصباح، ولكن ربما لا تستمعون في الغالب لصوتي، إذ أن الزملاء والزميلات سيحتلون الوقت لغاية الساعة 11 صباحا. سعيدة بأن معي المديرة المشتركة السيدة أنجلا كيرستن من المبادرة الجنوب شرق أوروبية، أي من أرمينيا، فإذا هي ستساعدنا أيضا في ضبط التقرير ومحضر هذه الجلسة التي ستكون حافلة ومعقدة نظرا إلى عدد المتحدثين الكبار والكثار، مثل السيد تريسي والسيد جوشوا إلى يميني، وسيساعدانا على ضبط التقرير عن هذه الجلسة وحول التواصل طبعا بالتنسيق مع كافة الجهات المنظمة لهذه الجلسة. علي أن أقر بشيء مؤسف جدا أيضا في هذا الصباح. كما تعلمون كانت هناك مديرين لهذا النقاش، كانت سابقا أنا والسيدة ماريلين كود. لربما أغلبكم يعرفون ذلك، هي كانت المنسقة المشتركة للمبادرة الأمريكية الوطنية، ولكن إضافة لذلك ساعدت على تقوية الشبكة
ونجحت في ذلك، وللأسف لم تستطع أن تضم إلينا لأسباب صحية، ولكن هي تشاهد عبر البحث الحي الإلكتروني وتتابع النقاشات، ونتمنى لك الشفاء العاجل. لذا أعتمد على المديرة الأخرى وعلى كافة المتحدثين. وقبل أن نتحدث مع الجزء الرسمي لهذه الجلسة وهي التبادل حول التكنولوجيات الناشئة، باختصار شديد أود أن أشير إلى ما هي هذه المبادرات الإقليمية والوطنية، رغم أن البعض لا يفهم هذا المفهوم حتى الآن ولا يعرف ما معنا. فإذا في هذه الشريحة التالية لربما أسهل شيء لتوصيفها هي المنتديات لإدارة الإنترنت المضلة في حال الحالة. لدينا شبكة أكثر من 120 هكذا مبادرة، فهي مفتوحة وشفافة وشمولة في تنظيم عملياتها حول حوكمة الإنترنت، وأيضا الاجتماع السنوي العام للمبادرات الوطنية والإقليمية كما هو الحال بالنسبة للمنتدى العام. يعني كما قلت، يعني 122 مبادرة من هذا النوع بما يزيد عن 87 دولة. فلدي أيضا مبادرات وطنية، فأيضا إضافة إلى ذلك عدد من المبادرات الإقليمية، وثلاث بلدان نتمنى أن في قبل نهاية نوفمبر ستنضم إلى هذه الشبكة. على الخارطة، ربما نستطيع أن ننتقل إلى الخارطة، نرى الرصد الجغرافي لكل المبادرات، نرى أن هناك توازن جيد لهذه المبادرات في أنحاء العالم، وهذا يبعث فينا ثقة بأننا نستطيع أن نتعامل مع مواضيع تتعلق بإدارة الإنترنت. تختلف كثير الاختلاف من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر، ونحن سعداء جدا بأن لدينا تواصل جيد مع كل هذه المبادرات، وهي مستقلة تماما الاستقلال، ولكن هناك وعي تام في كافة الأطراف. إذن لو لم نتعاون لن نستطيع أن نحقق كل ما نسعى إليه. والآن أود أن نعود إلى الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة، التنظيم لهذه الجلسة. بدأت بعيدة انعقاد الجلسة الماضية في العام الماضي في باريس، حيث التكنولوجيات الحديثة والناجية موضوع هام يهم الجميع. لذا نود أن نتحدث عن ذلك، نتحدث هنا خاصة عن نقطة التقاطع مع الشمولية والأمن وحقوق الإنسان في هذه التكنولوجيات من وجهة نظر المبادرات الوطنية والإقليمية. أولا اسمحوا لي أن أطلب من بعض الزملاء والزميلات من المبادرات الوطنية والإقليمية أن تقدم لنا لمحة عامة كي نفهم كيف هذه التكنولوجيات الحديثة لم تنتشر إلى نفس الدرجة في كل الأقاليم والبلدان، ولدينا كذلك لربما هموم مختلفة، ويتم استخدام التكنولوجيات في شكل مختلف حتى الآن. كل مبادرة وطنية وإقليمية التي حضرت هذه الجلسة خلال الأشهر القليلة الماضية قدمت تقريراً خطياً، إذ أن الهدف هنا أننا نود أن نظهر أن التكنولوجيات الجديدة تخدم مصلحة الإنسان. وفي بعض الأقاليم هذا ما يحدث بالفعل، حيث يؤدي إلى تحولات هائلة للمشهد السياسي والثقافي والاجتماعي، وسنتعلم المزيد عن ذلك كيف هذه التكنولوجيات تفيد ليس فقط فئات بعينها بل المجتمع ككل. دعونا ننتقل الآن إلى جزء من العالم الذي حالياً يستفيد كثيراً من الارتباط بالتكنولوجيات الناشئة. أقصد هنا أفريقيا. مانا كانفايد هنا اليوم وهو ينسق المبادرة الإقليمية الإفريقية، وعندما طلب منه أن يتحدث عن التنوع الهائل المتواجد في القارة الإفريقية وكيف
أن التكنولوجيات الناشئة في بعض المجالات ضرورية جدا من أجل تحسين ظروف المعيشة. هو تلبى هذه الدعوة بكل سرور. شكرا جزيلا أنيا. أود أن أعطيكم مثالا على مبادرة إفريقية من سبتمبر عام 2019، حيث هناك مشروع أطلقتها دولة التشاد على أساس تقرير صادر عن منظمة اليونيسف حول أهداف التنمية المستدامة. تقريبا ملياري شخص ليست لديهم إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة. هذا يعني 80 دولة في العالم و 49% من سكان العالم، وهذا ينتج عنه أمراض ناتجة عن ذلك مثل الكوليرا والنقص الكبدي. وفي إفريقيا هذا يعني أنحاء واسعة من القارة، لذا مشروع من أجل تحسين الولوج إلى مياه الشرب الصالحة للشرب النظيفة يعني أدخلت. ففي داخل هذا المشروع كان هناك سيرفر مركزي بالتشغيل من الطاقة الشمسية، ومن خلال الطيارات من غير طيار تم تحسين جودة المياه ومراقبة ذلك، وتم إدخال البيانات إلى كلاود، أي مجموعة بيانات ضخمة، وكان هناك تحليل للبيانات وأيضا تحليل إلكتروني على شبكة الإنترنت. ومن خلال ذلك تستطيع الحكومات أن تحسن التخطيط من أجل حفر الآبار والسدود. والمقصود هنا أننا نود أن نمكن الجميع من الحصول على مياه شالحة للشرب النظيفة، حيث أيضا نقلل من نسبة الوفيات ما بين الأطفال. وتشاد هي البلد التجريبي، ونود أن نوسع ذلك حسب التخطيط لغاية عام 2023 ليشمل 5 بلدان، ومن ثم 6 بلدان إضافية مرة أخرى. وفي لغاية عام 2026 يجب أن ينتقل هذا المشروع أيضا إلى الشرق الأوسط. يمكن أن تتعلموا أكثر عن ذلك على موقع المنتدى الإقليمي الخاص بإفريقيا. شكرا جزيلا، شكرا على هذا المثال الشيق جدا، وشكرا أنك التزمت أيضا بالوقت المتاح لك للحديث. إذن أرجو أن تنضبطوا بالوقت، لا تتجاوزوا الدقيقتين المخصصتين لكم. فكان مثال مثير جدا، وقد فهمتم كيف يتم تحسين حياة الناس. بالنسبة لنا الحصول على مياه صالحة للشرب نظيفة شيء بديهي بالنسبة للكثير منا. الآن نتحدث إلى إيميل فانواتو من فانواتو، وهو استضاف أن إقليمه فانواتو دولة متكونة من جزر صغيرة مع طبيعة رائعة، و 280 ألف نسمة، وما يزيد عن 120 لغة. وهذا يؤثر أيضا على استخدام التكنولوجيات الرقمية للمضامين المحلية. ما هي وجهات النظر الوطنية، وكيف تنظر إلى كيفية التعامل مع التكنولوجيات الناشئة في أمنواتو؟ شكرا جزيلا على لك أنيا، وشكرا على دعوتي مرة أخرى. كما قلت للتو يعني أمنواتو هي دولة مكونة من عدد كبير من الجزر الصغيرة بعدد سكان متدني جدا، ولكن لدينا 83 جزيرة مختلفة، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا. والتكنولوجيات الناشئة هذا حاليا أصبح شعارا لأشكال وأنواع مختلفة. أما المنظمات الحكومية تقف أمام تحديات كبيرة بالنسبة لاستخدام التكنولوجيات الناشئة. الشيء الأول الذي تم إنشاؤه في فانواتو كانت خدمات إلكترونية للإدارة العامة والإدارات الحكومية. ما يهمنا أيضا إنترنت الأشياء، طيارات من غير طيار، سلاسل الكتلة، وأيضا إلى حد ما الواقع الافتراضي والواقع المضخم والمضاعف في مجال الرعاية الصحية.
وأيضا لحد ما الذكاء الاصطناعي، ولكن حاليا نركز خاصة على العمل على إنترنت الأشياء واستخدام الطيارات من غير طيار. سأتحدث أما سنستفيد من ذلك إذ أننا خاصة نقصد من خلال ذلك تحسين فرص العمل والتجارة من خلال استخدام هذه التكنولوجيات وتكنولوجيات بثمن معقول. هذا الشيء المركزي من أجل دعم تطوير التجارة والعمال، والمناطق النائية تستطيع أن تستفيد من ذلك من خلال الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعية، حيث يسمح لهم الوصول إلى بعض الخدمات خاصة بالنسبة للمزارعين. وهنا يستفيد السكان في فانواتو من التكنولوجيا الحديثة كثيرا، ولكن مع ذلك هناك أيضا ليس فقط تحديات بل أيضا فوائد. ومن التحديات أنها في المناطق الريفية لربما هذه التكنولوجيات الحديثة ستشكل عبئا كبيرا ويفوق على قدرات السكان، حيث أن الشعب الفنواتي وثقافتهم يعني هناك أهمية كبرى للخصوصية، وكما هو الحال بالنسبة للكثير من البلدان الأخرى الأمن أيضا شيء يقلقنا. منظمة غير حكومية أوكسفام تستخدم حاليا في فانواتو سلاسل الكتلة، أعتقد أنها تعمل مع الحكومة الأسترالية كجهة مانحة، فمن أجل مساعدة الكوارث هي حالات الطوارئ، فإذا أدخلوا هذه الخدمة وأصبحوا يستعملوها. فهذه الخدمة دخلت الآن المرحلة الثالثة، أولا تم البدء في العمل فيها في بورت فيلا أي في الدواحي العاصمة، يكلف 40,000 دولار. وفي المرحلة الثانية أدخلت هذه التكنولوجيا في جزيرة تانا وهي منطقة نائية في فانواتو، وهذا النوع من الخدمات هي مفيدة جدا، ولكن أيضا ينتج عن ذلك بعض التحديات. فهذا على ما أظن يجب أن نناقشه على صعيد الدولة على صعيد الإدارة الحكومية. لدينا بعض القوانين والقواعد والسياسيات، ولكن ما زالت هناك المناطق الغامضة التي علينا أن نحلها. شكرا جيف. التكنولوجيات الجديدة يمكن أن نستفيد من أجل الحصول على المياه النظيفة وبعد الكوارث أن نقدم العون. والآن ننتقل إلى شرق أوروبا، مقدونيا الشمالية. كيف الوضع هناك؟ طاب صباحكم أولا، شكرا جزيلا على الدعوة أولا. فبالنسبة لنا لمن دواعي صغيري الكبيرة أن نكون معكم هنا، أننا منتدى حديث العهد ما زال، مجموعة حديثة ما زالت، تم إنشائه في عام 2017، وبالطبع نمثل منطقة البلكان. والتكنولوجيات الحديثة في تكنولوجيا في مكدونيا منتشرة جدا، حيث يستخدم 70% من الشعب الإنترنت، حيث الأشخاص يستخدمون في المقام الأول الهواتف النقالة أي الهواتف الذكية 80%، هذا كثير بالنسبة لهكذا بلد صغير. حيث التكنولوجيات الحديثة تزداد أهمية، ولذا نشأنا لدينا المنتدى لإدارة الإنترنت الوطني، والاجتماع السنوي العام انعقد في عام 2017، وركزنا هناك خاصة على مناقشة موضوع إدارة الإنترنت مع جميع أطراف الشأن. وأثناء هذا الاجتماع الأول السنوي تحدثنا عن الهوية الرقمية والدبلوماسية ورقمنة الخدمات الحكومية، وكان الموضوع أيضا حول الصليب الأمن في المجال الإلكتروني، وأيضا قدمنا المركز الأول المقدوني للأمن في المجال الافتراضي، أيضا حقوق الملكية والأخبار الكاذبة والأمية الرقمية كانت أيضا من المواضيع. وأيضا تحدثنا عن الأمن، وأيضا نظرنا في ذلك في عام 2018 في موضوع التقني والبحثي، وفي هذا العام ركزنا على نشر المعلومات بناء على
الوسائل الاجتماعية، ومن ثم ركزنا على حقوق الإنسان والجوانب القانونية. وعموما نستطيع أن نقول أن المنتدى الإقليمي مهم للغاية بالنسبة لنا، إذ أنه سيعزز الفهم ويرفع الوعي من أجل الإنترنت ومسألة حقوق الإنسان والولوج والخصوصية والأمن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ونحن مشكورين جدا على أنكم تركزون على حماية المستخدمين والأمن السيبري. وبعد مقدونيا الشمالية أود أن أنتقل إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يعني الجمهورية الدومينيكية. وفيدريكا تحب أن تتحدث عن بلادها. صباح الخير، وأود أتكلم باللغة الإسبانية. صباح الخير، سأحكي بالإسبانية كممثلة لأيسوك من جمهورية الدومينيكا. أستطيع القول بأن تأثير التكنولوجيات الحديثة كبير جدا عندنا. كمثال أقول بأنه في مثلا في حركة المرور، هذا مهم جدا، وكذلك في افتتاح أسواق جديدة. ولكن الأمر الأساسي كان متعلق بالحقيقة إن الخدمات التاكسيات كانت سيئة جدا سابقا، وأخذوا كل سعر كان يتخيله في ذلك الحين، ومن خلال التكنولوجيات الحديثة تم تغيير ذلك. ولكن مع ذلك من المهم أن نحلل الوضع الراهن كي نرى ما هي التداعيات من ذلك، وخصوصا تأثيره على الجهاد والفئات الهشة في مجتمعنا، لأن هذه التكنولوجيا طبعا يمكن أن تبني جسور ولكن لها تأثير أيضا. وفي حالتنا كان على ما يلي: في بلادنا نحن عملنا أشياء كثيرة لأن هذه التكنولوجيات لم تفهم جيدا من قبل الحكومات المتتالية. وبدلا من تقريبنا وزيادة الالتحام لنا والاستفادة من الأفضليات، تم تقسيمنا، وهذا خصوصا من خلال فرض ضرائب عالية جدا على الخطوط الاتصالية. واليوم يتم العمل على تخفيض حجم الضرائب، وهذا نوع من الضرائب. ونحن كنا نصوت على أن قلنا بأن الأجزاء الفقيرة من الشعب ليست لها المنفذ إلى الإنترنت نظرا لهذه العوائق. عندنا مشاريع كثيرة، ومنذ سنتين نحن نقترب من تحقيق الهدف، ونعمل على تشكيل مجموعة محلية أيضا، ونعمل في المقام الأول على موضوع محو الأمية الرقمية، يعني لأن هذه التكنولوجيات الحديثة هي مهمة جدا للتعليم في الوقت الراهن. ولكن نحن على علم أيضا بأننا نتحدث عن التكنولوجيات، ولكن في نفس الوقت لابد من الإشارة إلى مشاكل أخرى. الموصولية في بلادنا وخصوصا في المناطق الريفية ليست مضمونة 100%، وإذا يمكن التركيز ويجب التركيز على المناطق الريفية. ومن المهم أن الحكومة تفهم أننا وصلنا إلى واقع جديد، وهذا هو التطور يجب نستغله، لأنه ليس مخرب ولكن إيجابي لنا جدا، خصوصا لنا كدولة نامية.
شكرا جزيلا على هذه النظرة الشيقة من جمهورية الدومينيكان. وفيدريكا ضربت أمثلة مهمة وقالت إننا لسنا متساويين وحتى في بلد واحد فيما يتعلق بالمنفذ إلى التكنولوجيات الحديثة. البعض منا غير ممثل في هذا المشهد أو ممثل قليلا جدا، وفي هذه الحالة التكنولوجيات لا تساهم في تحسين الظروف. الآن توجه إلى إيطاليا كي نسمع من هناك كيف التكنولوجيات الحديثة تشارك في الحياة اليومية. صباح الخير، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للتحدث هنا. ومن المهم جدا لبلادنا أننا ممثلين هنا في هذا المؤتمر وأن نتحدث عن هذه المشكلة الأساسية، أي التوفر للمواد الغذائية لكل فرد في أي بلد من البلدان. وهذا يسري أيضا على البلدان المتطورة والثرية، يعني حتى في مدن كبيرة، مدن ثرية مثل برلين، نجد هنا متسلين الذين يعني فعلا يتسلون من أجل الحصول على الأكل. وأنا نزلت في فندق على ألكسندر بلاتس، وكل صباح في القطار الكهربائي أحد يطلب مني الأكل. إذن النقطة المركزية هي التوزيع العادل، ومثل ما سمعنا من إفريقيا طبعا الماء هو أيضا مورد مهم جدا، والمواد الغذائية متعلقة بموارد أخرى وخصوصا الموارد المائية. وأود أن أتحدث عما حققناه في إيطاليا. نحن التقينا قبل شهر في مدينة تورينو، ومسألة من المسائل ناقشناها كانت كيف يمكن أن تساعدنا على التكنولوجيات الحديثة في توزيع أو تحسين توزيع المواد الغذائية وتقليل الفوارق بين الفئات المختلفة من الشعب. لأن حاليا نرى أن البعض من الناس يفتقر بالمواد الغذائية، والبعض الآخر يعني يبذر كثير من المواد الغذائية. إذن هذا مسألة العدالة في توزيع المواد الغذائية، وأيضا سلسلة التوريد، وهذا سلسلة معقدة جدا. وفي كل حلقات من هذه السلسلة يجب أن نضمن فعلا توفير المواد الغذائية الآمنة، وفي نفس الوقت أيضا احترام حقوق العمال. يعني ينبغي علينا أن نعمل من أجل من يعمل في الحقول الزراعية، وهذا مشكلة لا تسري على إيطاليا فقط، وهناك أمثلة أخرى متعلقة بالأمن وناشئة عن يعني نشأة التكنولوجيات الحديثة. مثلا تعلمون بأن في المدن عندنا يتم كثيرا ما تسليم المواد الغذائية بواسطة الدراجات الهوائية مثلا، ولكن من يفعل ذلك؟ هؤلاء العمال ظروف عملهم سيئة جدا، الأجور سيئة جدا، وليس عندهم تأمين صحي وتأمين من البطالة. وبالتالي عندنا مبادرات ترمي إلى تحسين الجوانب الأمنية، والآليات الاجتماعية الأمنية الاجتماعية تعمل على وضع وإقامة منصة وطنية جديدة للدعم لحقوق العاملين في هذا المجال. هناك تكنولوجيات بلوكتشين، الذكاء الاصطناعي، التي يتم استعمالها في سلسلة التوريد، ولكن نحن نحتاج أيضا إلى القوانين التي
يعني تمنع هذه يعني نشأت هذه الظروف السيئة للعمل، لأنها موجودة على الرغم وجود المنصات الرقمية وأيضا الوصول إليها. وهذا هو جانب نفهمه بشكل جيد جدا، وكثير من الناس على مستوى الحكومة يعمل في هذا على هذا الموضوع. وحسب معلوماتنا نحن الدولة الأولى التي تقوم بإصدار قانون على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي لحماية حقوق العمال. شكرا جزيلا السيدة الأستاذة على هذه الأمثلة الجيدة جدا من بلد نعتبره بلد متطور، ولكن مع ذلك أنتم مضطرين للعمل على تحقيق تساوي ظروف الحياة. والآن أود العودة إلى أمريكا اللاتينية، إلى بلد من البلدان الكبرى في العالم، إلى البرازيل. وحب أسمع منك كيف تتعاملون مع الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المرتبطة، ونسمع أيضا أكثر من IGF البرازيلي. صباح الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوة وعلى الكلمات المدخلية. IGF البرازيلي يجتمع منذ عام 2011 على الأساس السنوي، ناقشنا مثلا حماية البيانات والارتباط الموصولية، الأمن السيبري، التعليم، توسيع القدرات، حقوق الإنسان وغيرها. وكانت هناك نشاطات مختلفة في تعريف المبادئ و التوجيهات الأخلاقية، مثلا في التعرف على الوجوه والأخلاقيات. هذه المبادئ هي لها أهمية كبيرة في البرازيل، لأنه حتى الآن في الكونغرس وفي النظام القانوني هناك مبادرات، وهناك أيضا الشك في صحة جمع البيانات والتي لا يتماشى مع مبادئ حماية البيانات. هناك مجموعات باحثين في البرازيل تدرس تداعيات الذكاء الاصطناعي وتعرف على الوجوه في منظومات مختلفة، مثلا البحث عن الصور أو الأدوات المستعملة من قبل الشرطة للملاحقة الجزئية. وكيف يمكن أو كيف يؤثر ذلك على الشعب وخصوصا الأقليات. وموضوع آخر مؤثر جدا على المجتمع كما هو التالي، يعني الذكاء الاصطناعي والمنظومات التواصل تعتبر مسؤولة عن التأثير على عمليات ديمقراطية، خصوصا في عشية الانتخابات وخلال الانتخابات بنشر المعلومات الكاذبة. وكانت هناك مناقشات كبيرة حول ذلك في ورش العمل نظمناها خلال السنتين الأخيرتين، لأن هناك الخوف من أننا نعاني من هذه العمليات. نحن نستخدم حوارات بين الأطراف المعنية وأيضا نشاطات أخرى تجمع الخبراء وتؤدي إلى نتائج ملموسة تتعلق بالنشاط بالمبادرات التي تقوم الحكومة ومجلس النواب. وهناك مثلا نزاع حول برمجيات تعرف على الوجوه التي تطبقها شركات أو جهات حكومية. البعض يعترض على ذلك في البرازيل في سبيل حماية حقوق المواطنين والمواطنات. مثلا هناك منظمات المستهلكين تشير إلى أن هذه الأنظمة للتعرف على الوجوه ينتهك حقوق المواطنات والمواطنين. شكرا جزيلا. شكرا على هذه المداخلة المثيرة. في بعض الأحيان التكنولوجيات متقدمة علينا، هذا صحيح،
ومثل هذا المنطلق البحثي قد يفيد كثيرا، لأننا نستطيع أن ننظر إلى المستقبل من ناحية الآثار، والبرازيل في مقدمة ذلك. الآن ننتقل إلى القارة الأمريكية الشمالية. نانسي من كندا، حبذا لو تتحدثي لنا عن آثار التكنولوجيات بالنسبة للجماعات في كندا. شكرا. أنا نانسي كارتر، أنا رئيسة لجنة التوجيه في كندا، ومن أولوياتنا في عام 2019 كان الأمن والخصوصية لمستخدمي الإنترنت ولإنترنت الأشياء. هناك 114 مليون جهاز موصول بالإنترنت أو أجهزة ذكية، يعني 3 أجهزة لكل شخص، لكل فرد في البلد. هذه الأجهزة تساعدنا بالكثير من الفوائد وتنتج الكثير من البيانات التي يمكن الاستفادة منها والتي تشكل خطر في نفس الوقت. أما الجانب الأمني لهذه الأجهزة فيأتي في كثير من الأحيان متأخراً، وهناك ثغرات أمنية في هذه الأجهزة، ما يسمح بسرقة بعض البيانات الحساسة من هذه الأجهزة، ما يشكل خطر على المستخدمين والإنترنت عموما. منظمة تسجيل الإنترنت في كندا تعمل حاليا من أجل إقامة معايير جديدة لهذه الأجهزة وحمايتها من الهجومات في الإنترنت. في عام 2012 فالمنتدى لإدارة الإنترنت أيضا أطلق مبادرة في هذا الخصوص، وتم مناقشة معايير جديدة لأجهزة الIoT من أجل أن يكون المستخدم واعياً لهذه الأمور. ولهذا الغرض تم التطرق لضرورة كتابة دلائل الاستخدام بلغات مختلفة. في ذلك التحديات وهناك توصيات في هذا المجال، وكان التركيز على المعايير الدولية أيضا وعلى مبدأ تعدد الأطراف في تعليم المستخدمين. ومن أجل تطبيق ذلك تم تأسيس مجموعة للتطبيق ساهمت أو كان من المفترض أن تساهم في كثير من الأنشطة في هذا المجال. الجهود من أجل التركيز على مبدأ تعدد الأطراف مهم في كندا. شكرا نانسي، شكرا أنك تحدثت عن المعايير في البداية وهي مهمة، وأنك تحدثت عن مبدأ تعدد الأطراف وكيف من شأنه أن يخدم الإنسان. والآن إلى القارة الآسيوية، سيد يون جان تشونغ من كوريا سوف يقول لنا ما هي الأولويات في كوريا في استخدام هذه التكنولوجيات. شكرا جزيلا، سعيد جدا أن أكون هنا. في كوريا هناك استخدام واسع للكثير من التكنولوجيات الحديثة، وهناك جهود كبيرة أيضا لتحسين الأمن، وفي نفس الوقت نطور أيضا تكنولوجيات جديدة. في عام 2019 قدمت الحكومة الكورية
خطة مبادرة للذكاء الاصطناعي، وهذه تكنولوجيا مهمة للغاية، ومن أجل الاستعداد للمستقبل أسسنا AI Hub، يعني منصة لدعم التكنولوجيات الجديدة للشركات ولشركات البرمجيات والشركات الحديثة التأسيس، وذلك جزء من منصة للبيك ديتا. طيف واسع من بيانات الحكومة من أجل أن يستفيد منها الرأي العام، وتحليل ومعالجة هذه البيانات أيضا خطوة مهمة. أما البيانات الحساسة يتم معالجة كميات هائلة من البيانات في الكثير من المجالات. الحكومة حاولت أيضا أن تأتي بتعديل لقانون خصوصية البيانات مع مراعاة المعايير الأوروبية في ذلك، وهذه خطوة مهمة. ذلك يعتمد على البيانات، ولكن حماية البيانات أيضا مهمة، وكوريا الجنوبية تحاول أن تقيم توازن بين حماية المعلومات واستخدامها من أجل التقدم التكنولوجي وفقا للقانون، و تعديل المعايير وفقا لذلك. وهذا هو الحال لدى تعدد الأطراف، ولكن هناك أخطار واضحة، والحكومة تعنى حاليا بهذا الجانب بما في ذلك تنفيذ التجارب. وفي نهاية العام الماضي قدمت الحكومة استراتيجية للأمن في الفضاء الافتراضي، فهكذا تم إنشاء نظام من أجل مكافحة الهجمات في الإنترنت في الوقت الحي، وذلك في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص. كوريا استثمرت الكثير في هذا المجال، خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتحليل البيك ديتا. في كوريا الانترنت توجد وكالة خاصة للانترنت من أجل مكافحة الهجومات في نفس اللحظة، وهذا مفيد للغاية، ونحن قدمنا هذه الوسائل على صعيد الجامعات، والجامعات المشاركة في ذلك تتشارك في أفضل السبل في هذا الإطار، وهذا يعمل جيدا، واستطعنا أن نكافح أن نمنع الكثير من الهجومات. في نفس الوقت فكوريا الجنوبية تعنى بهذه الأمور بشكل مستدام. في هذا العام كان موضوع قمة كي آي أن كانت النتيجة أن الحكومة يجب أن تتعاون جيدا في هذا المجال من أجل مكافحة سوء استخدام التكنولوجيا السايبر، بما في ذلك مخاطر على الاقتصاد، ونحن في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية لأنها تخص الإنسان. إذن هذا هو المنطلق الكوري. حكومة جنوب كوريا تعمل كثيرا من أجل تغطية هذه
القضايا، حيث يمكن أن نكون متفائلين لاستخدام هذه التكنولوجيات في المستقبل أيضا. شكرا جزيلا عين تشانغ على هذه المداخلة. أعتقد أن ذلك يتطابق مع قدمته مقدونيا، وسوف يبقى ذلك على جدول الأعمال، وسوف يبقى موضوعا لفترة طويلة متعدد الأطراف. نحن نختم هذا الجزء من النقاش مع مداخلة من كولومبيا. كارينا، أنت حاولتي أن تعززي انتشار الإنترنت، فأين التكنولوجيات الجديدة من ذلك؟ شكرا جزيلا، سعيدة أن أكون هنا بالنيابة عن IGF في كولومبيا. كان منتدانا الأخير في شهر أكتوبر، ونحن ركزنا على الاندماج والموصولية والشبكات الخاصة بالجماعات. من وجهة نظر تعدد الأطراف، الاندماج موضوع كبير ومهم، وانتشار الإنترنت وصل إلى أكثر من 50% من الشعب في كولومبيا، والفجوة الرقمية موجود أكثر بين الأرياف والمدن وبين الأقليات، وهذا مشكلة اجتماعية كبيرة يجب أن نتعامل معها. وزارة ICT قدمت في العام الماضي تعديل قانوني من أجل تغطية الفجوة الرقمية وتعزيز الموصولية، والقطاع الخاص رحب بهذه المبادرة. الشبكات الجماعية التي تعمل في المناطق والأقاليم تحاول أن تعمل من أجل أن يصل الإنترنت إلى آخر القرى أيضا، فأن تكون البلديات موصولة بالإنترنت شيء مهم. فهذه الجماعات اشتركت في مبادرة من أجل أن ينعكس ذلك على الصعيد القانوني أيضا. فهذه الشبكات المحلية يعمل فيها أيضا فاعلون مهمون على الصعيد المحلي. بالطبع هناك أيضا نحتاج أيضا أن تتوفر لدينا الإنترنت على نطاق واسع. أود أن أقول بأن أمريكا اللاتينية شهدت قصة ناجحة جدا لتغطية الفجوة الرقمية عن طريق هذه المبادرات. لم تكن الحملة ناجحة تماما لأنها لم تنعكس في القانون نفسه، وليس هناك دخول مباشر ومستقل للإنترنت على نطاق واسع، ولكن تم التعرف على المشاكل القانونية، والحكومة والبرلمان والقطاع الخاص أدركوا أنه لابد أن يكون هناك دخول مستقل للشبكات للجماعات الصغيرة، وأطلقت الحكومة مشروع نموذجي يتم تطويره حاليا، وتحتوي على إقامة شبكات أجهزة الموبايل للجماعات المحلية. نحن نعتقد أنه يجب الاعتراف بهذه القضية بشكل أكثر، وطلبنا من المحاكم أن تنظر في توافق هذا القانون مع الدستور. فإن قررت المحكمة ذلك،
وإن حكمت أن القانون لا يتوافق مع الدستور فهذا يعني أن يكون هنا سيكون في ذلك اعتراف بالشبكات الخاصة بالجماعات المحلية. نحن ننظر إلى الموضوع من هذه الناحية. شكرا كارولين. أنا أتطلع بفارسب إلى المخرجات الأخيرة فيما يخص كولومبيا في نهاية الوقت المتاح لهذا المشروع المثير. بذا نختتم هذا الجزء الأول من الجلسة. كما قلت في الصباح يعني حدث هذا الجزء يعني باتفاق مع كل المنظمين والجهات، كان أننا نعرض على جميعكم كيف المنتديات تخدم مصلحة الناس في أنحاء البلدان، وكيف المفهوم يختلف تمام الاختلاف، إذ أننا ننظر أن التكنولوجيا الناشئة نستفيد منها في بعض أنحاء العالم من أجل الإتيان بالمياه الصالحة للشرب النظيفة، وأيضا مثلا للتوزيع المواد الغذائية، بينما في أنحاء أخرى من العالم نكافح الكوارث الطبيعية مثل موجات التسونامي إلى آخره، ونستفيد من مثلا الذكاء الاصطناعي من أجل زيادة الوصولية إلى الإنترنت، وأيضا كي نساعد سكان المناطق النائية الريفية حيث لا توجد بنية تحتية وهي غالية للغاية. وكل هذه أمثلة شجاعة مما يعني أيضا أن مجتمع متعدد الأطراف يعني فيما يزيد عن 90 دولة و17 إقليم التي تنظم المنتديات الوطنية والإقليمية ليست فقط واعية بإمكانية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين المجتمع، بل أيضا أن تتخذ بالفعل مبادرات بمشاركة جميع أطراف الشأن. يعني هذا شيء رائع والتقدم واعد حقا، كي نستطيع حقا أن نستفيد من هذه التكنولوجيات الناشئة الحديثة في هذه المناطق. كانت نقاشا معقدا مركبا، أتمنى أن بالنسبة للمحضر كان جيدا وسيكون عاقد من ذلك وأكثر تركيبا في الجزء الثاني من الجلسة، إذ أننا سنفتح المجال أيضا لطرح الأسئلة والتعليقات من الجمهور. إذا يمكن أن تحدثنا كيف يتم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في الشركات، في البلديات، في الأقاليم، في المناطق التي تعملون فيها. أعطي الأولوية للأسئلة والمقترحات من المنتديات الوطنية والإقليمية التي تتعامل مع مواضيع التي ذات الاهتمام العام، ومن ثم ستتعامل معها بعد هذا الملتقى. فإذا هناك ثلاث ميكروفونات واقفة، إذا لو لم تكن أمامكم ميكروفون على الطاولة أرجو الاستفادة منها، وعندما تتحدثون من أجل التحدث أرجو أن أطلب من السيدة الزميلة من المنتدى في بيلاروس بأن تتحدث عن الملتقى السنوي هناك وما هي الهموم والتحديدات هناك وكيف استخدام التكنولوجيا الناشئة هناك. شكرا جزيلا على لك أليا على إمكانية المشاركة لنا. أيضا كما قلت أنه انعقد منذ يعني 10 أيام قبل انعقاد هذا المنتدى العالمي، وركزنا أيضا ليس فقط على تأثير التكنولوجيات الناشئة بل أيضا حول التكنولوجيات عموما تؤثر على الشمولية ووصولية المعلومات والبيانات. وهذا النقاش ناشئ حديثا في بيلاروس حيث تحدثنا عن بعض الأشياء واستخرجنا ببعض الاستنتاجات، وهي كالتالي: أهم شيء أنه رغم التطور السريع في بيلاروس والتنمية السريعة للقطاع التكنولوجيا خاصة، هناك ما زالت فجوة رقمية، وأيضا فيما يخص درجة الشمولية والإدماج يعني ليس فقط فيما يخص الإنترنت بل أيضا عموما بالنسبة للتكنولوجيات المفيدة للتنمية. وإذا رغم أن هناك معيار حكومي
وما ينص من الجانب الحكومي أن جميع المواقع الإلكترونية يجب أن تكون متوفرة لمن يعاني من الإعاقة البصرية أي من المكفوفين. يعني الكثير من الشركات لم تلبي ذلك بعد، يعني فقط 30% من يعني 30% من الشعب البيلاروسي هم من الكبار المتقدمين في السن. ملايين الأشخاص كانت لديهم الفرصة بأنهم يسجلون ببيانات الجوازات الخاصة بهم بأن يدخلون لكي يلبي وينفذ وظائف دون أن يتركوا منازلهم. وإضافة لذلك لدى الملتقى في عام 2015 أي المنتدى الوطني لإدارة الإنترنت في بيلاروس ناقشنا كذلك كيف مشروع القانون للمواقع الإلكترونية يمكن أن تكون أكثر شمولية. فإذا هناك الكثير من المشاريع في هذا المجال لقد تطرقت إلى البعض منها، وبالطبع هناك أيضا أشخاص يستفيدون من هذه المواقع كي ينشئون موقع خاص باللغة الخاصة بكم. هذا ما تطور كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا هيلين على أنك أثرت موضوع الشمولية والإدماجية مرة أخرى على جدول الأعمال، وأنك أشرت إلى درجة الأهمية، إلى أي درجة أن هناك تمثيل وإمكانية استخدام للغات المحلية التي لا في المناطق التي لا تنطق باللغة الإنجليزية. من الحام أيضا أنه لا تأثير للولايات المتحدة أيضا لا تأثير سياسي على هذا الصعيد، ولذا أود أن أطلب من النائبة الرئيسة للملتقى الوطني الخاص الأمريكي لأن تتحدث عن ذلك. شكرا جزيلا. أن في المنتدى الوطني لدينا نتحدث عن التكنولوجيات الناشئة في كل عام، ركزنا خلال السنوات القليلة الماضية على الحديث عن إنترنت الأشياء من وجهة نظر الأخلاقيات والأمن والمستخدمين والتكنولوجيات التي تثير الاهتمام الأكبر في أنحاء الولايات المتحدة هو الذكاء الاصطناعي والتطبيقات لهذا الذكاء الاصطناعي تتم في قطاع الخدمات المالية وفي المجتمع التقني وفي التعليم وأيضا في الإدارة العامة. الحكومة المركزية قد نشرت نداء للطلب توفير المزيد من البحث العلمي حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وفي نهاية المطاف المقصود هنا أن نفهم حقا ما هو الذكاء الاصطناعي، ما هي الإمكانيات الكامنة فيها، وكيف نستطيع الاستفادة منها من أجل الإدارة العامة. والبيض الأبيض أيضا جزء من مبادرة أوسع للتكنولوجيا، وناشد القطاع الخاص بأن يركز على المسائل مثل الأخلاقيات والأمن وفي نشر هذه التكنولوجيا. والوضع كالتالي حاليا أن القطاع العام والقطاع الخاص والسياسيون يهتمون بذلك، ولكن من المهم أن هناك مشاركة أيضا أكثر فعالة للمجتمع المدني. وبعد المجالات حيث نحتاج إلى المزيد من التمثيل من قبل أطراف الشان هي المجالات حيث المستخدمون يجب أن يتحدثون ويكون لهم صوت. يعني نقص في التمثيل خاصة من جانب المتقدمين في السن الكبار والشباب. وفي خلال ذلك كان هناك إقرار بأننا بحاجة إلى المزيد من التعريف والمعايير الأوضح. والاستنتاج كان أن في كل المواضيع الأخرى التي تتعلق التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا نحتاج إلى منهجية متعددة الأطراف ولا نحتاج إلى المزيد من التقنين أو التنظيم. إذا نحتاج إلى اللقاء ما بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وهكذا نستطيع أن نضع المعايير للاستخدام وللأخلاقيات. شكرا جزيلا لميليندا، وشكرا أيضا على إثارة موضوع الأخلاقيات إلى هذا النقاش حول
التكنولوجيا الناشئة. والآن أود أن أطلب من لوسيان بأن تتحدث نيابة عن المنتدى الفرنسي، وهنا كان التركيز الهائل الأكبر على الجانب الأخلاقي، ولذا أود أن أطلب منك بأن تقومين بعرض بهذا الصدد. كما تعلمون الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن ذلك في العام الماضي في الملتقى الماضي 13 في باريس. فإذا لوسين أرجو أن تقدمي لنا بعض المعلومات عن هذا الموضوع، خاصة عن المعايير المطبقة في فرنسا. شكرا جزيلا أنيا، شكرا على هذا التعريف اللطيف بي. نعم حقا انعقد القمة أو المنتدى الفرنسي في الرابع من يوليو من هذا العام أو الثاني عشر، يعني كان هناك 12 ورشة إضافة إلى عدد من الجلسات العامة، حيث قررنا أننا نركز على 4 محاور سنواصل العمل فيها. أولا الرقمنة المسؤولة، وهذا بالطبع متابعة كما قلت، يعني حيث الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن في باريس لدى المنتدى المنعقد في مبنى اليونسكو أشار إلى ذلك، ومن ثم الشمولية والإدماج الرقمي. ثالثا حوكمة وإدارة البيانات، وهذا مرة أخرى ينعكس أيضا ما كان موجودا في المنتديات العالمية سابقا. وأيضا الرابع عن الربط ما بين الحوكمة والإدارة والتقنين والتنظيم. وإذا هذه متابعة، عملية متابعة لإحدى المبادرات الفرنسية على لما يحدث على المستوى المحلي والعالمي. فإذا هناك عدد كبير من المبادرات الجديدة من ضمن نضاء كرايست تشيرش الذي فرنسا شاركت فيه، إذا مكافحة الحرب. إضافة إلى ذلك هناك مبادرات محلية فرنسية، خاصة القانون حول الأخبار الكاذبة، خاصة بما يتعلق في الانتخابات، إذ أن حاليا هذا طور النقاش وقيد النقاش، وخاصة فيما يخص أيضا خطاب الكراهية. هناك إذن عدد كبير من الحموم التي طرحت، وأود أن أذكر اثنين منهم. من الجانب هناك التقنين والتنظيم للمواد والمضامين، كما تعلمون هذا موضوع أيضا ينعكس على موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي لو استخدم من أجل تنظيم المواد. وفيما يخص موضوع خطاب الكراهية وأيضا تنظيم المواد والمضامين، هنا الوضع كذلك، أن هناك نقاش عام واسع حيث جميع أطراف الشأن يشارك فيه، وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة لمناقشة ذلك بشكل مفصل لكل هذه المواضيع، إذ أن هذا شيء شائك للغاية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. يعني على صعيد الفرنسي كان هناك مع المجلس الرقمي الفرنسي ومع يعني كانت هناك الكثير من النقاشات، يعني وركزت خاصة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المؤتمتة التي تركز على فلترة وحذف الخطاب الكراهية. فإذا هذا أهم الأشياء التي تشغل بال المنتدى الوطني الفرنسي. شكرا لوسيان، أود أن أدعوكم جميعا علكم تقرؤون أيضا التقرير الصادر عن المنتدى الفرنسي، حيث هناك بعض المناهج المبتكرة التي طرحت من خلال هذا التقرير، ولربما تساؤلات ستهمنا جميعا. ففيما يخص مثلا معايير حقوق الإنسان سيزداد بالنسبة لنا كإثارة قلق، يعني قد سمعنا من جنوب شرق أوروبا، إذ أننا استمعنا لممثل المنتدى لشمال مقدونيا، ولكن من ضمن المشاكل الناتجة عن التكنولوجيات الناشئة هي أننا حتى في الجماعات المحلية ما زالت لدينا فجوة. وحتى ولو نزلنا إلى هذا المستوى، بالطبع نستطيع أن نعقد منتدى ونستطيع أن نتطرق إلى حموم خاصة ببلد أو بإقليم بعينه، ولكن البعض لا يرى أن دورهم مناسب كي يناقشون السياسة الخاصة بالإنترنت. إذن علينا أن
نخلق وعي هنا، فإذا نقول للناس نعم يمكنكم المشاركة في خلال ذلك. هذا الجزء من أوروبا، أي الجزء الجنوب شرقي لأوروبا، يعني متنوع ومثير جدا. قد سمعنا من منطقة البلقان، ولكن أظن أننا نستطيع هنا أيضا أن نتعلم الكثير. أود أن أطلب من سيرينا أوريانا بأن تتحدث إلينا. كما أتذكر أننا في العام القادم سنجتمع في مولدوفيا، فهي دولة مثيرة جدا، لربما مختلفة قليلا عن باقي أنحاء الإقليم، ولربما أيضا سينعكس على مشاركتك. شكرا. نحن قلنا من قبل بأننا سنعقد اجتماعنا السنوي القادم في مولدافا، وطبعا نحن فعلا تابعين لهذه المنطقة ولسنا متخلفين جدا، وطبعا نود بناء طاقات وقدرات جديدة في المنطقة بأسرها. والسبب لاختيار مولدافا يكمن في هذه المجهودات. لنتحدث عن التكنولوجيات الناشئة، وهناك مسألة ينبغي علينا أن نناقشها اليوم، يعني كيف التكنولوجيات الناشئة تشمل الناس المهمشين في المجتمع. ونحن تحدثنا اليوم في اجتماعنا كيف يمكن زيادة الموصولية إلى الإنترنت وهذا على بأسعار مناسبة. وأود أن أقدم بعض الأمثلة ضربت في هذه المناقشات، يعني أمثلة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لإسهام هذه الفئات أيضا، وأحاول أن أتكلم بإيجاز شديد. وكان هناك قول جيد من المشاركين، يعني بالنسبة لي يعني معظم الناس التكنولوجيات الحديثة تسهل الناس، ولكن للمعاقين هذه التكنولوجيات تجعل الأشياء ممكنة لهم. وهذا أيضا إشارة جيدة إلى إمكانيات التكنولوجيات الحديثة، وتحديدا تكنولوجيات مساعدة للمعاقين. فودافون وغيرها من المؤسسات أدخلت تطبيق ريدر ماوس، وبعد تنزيلها إلى الهاتف الذكي الكاميرا للجهاز يمكن المستخدم التحكم على الفأرة للكمبيوتر، وهكذا أيضا استخدام الكمبيوتر شخصيا بدون الاستعانة إلى شخص آخر. وفي رومانيا مثلا الإذاعة الحكومية أدخلت النصوص لأخبار للنشرات الأخبارية، وهذا خصوصا للناس ذوي الإعاقة السمعية. وهناك أمثلة أخرى للممارسات الحسنة لإعطاء ذوي الإعاقة إمكانيات جديدة. كانت هناك حالات أخرى وفيها حقق المعاقين حقوقهم في الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة. مثلا في جورجيا كانت منظمة غير حكومية للمعاقين بالرؤية، وكانوا يتقاضون للحكومة لأن موقعهم لم تكن مناسبة لهم. الحكومة غيرت موقعها الإلكتروني، والآن هذه الخدمات متوفرة لذوي الإعاقة، وسنتابع ذلك وسنغطي هذا بتقاريرنا. وفي تركيا مثلا طلبة ذوي الإعاقة في الرؤية فعلا أدخلوا أنظمة جديدة لإجراء الامتحانات بطريقة مناسبة لهم، والآن من خلال التكنولوجيات الحديثة يمكن أنهم يمرون بهذه الامتحانات بواسطة هذه الأجهزة والبرمجيات الحديثة. إذن مناقشتنا
أثبتت أننا كثيرا ما نقصي هذه المواضيع لأننا ننظر إلى ذلك من رؤيتنا وليست من منظورة المعاقين، ولكن من المهم أن نفكر أيضا ما يمكن نعمله في خدمة هؤلاء الناس أيضا، لأن متوفرة التكنولوجيا الحديثة متوفرة للجميع. شكرا جزيلا على إتاحة رؤيتك إلى لنا، ولم نسمع من الجميع الآن، وأدعوكم أيضا إلى المطالعة تقارير سيفيك، وهي وثائق محددة ودقيقة جدا تساهم في هذا الموضوع، ومع الأسف ليست لا تكون لدى كل الدول نفس المنطلق. هناك استراتيجيات وطنية في هذا السياق في بلدان معينة، في بلدان أخرى لا توجد، وربما في مولدوا ستناقشون الموضوع من جديد. وأعتقد من خلال ذلك سمعنا كثيرا من شرق أوروبا، ولكن أعتقد هناك أيضا شخص مع متصل بنا أونلاين. لا، على ما يبدو، أو نؤجل هذا إلى وقت لاحق. والآن أود أن نعود من جديد إلى أمريكا اللاتينية، هذا مهم جدا خصوصا البحر الكاريبي بسبب الموقع الجيوغرافي، تعدد الدول الجزر الكثيرة التي لها مشاكل بالبنية التحتية، وهذا مهم جدا لنا جميعا. والآن أرجو الIGF من غواتيمالا أنه يعني بواسطة الميكروفون تحدثنا باختصار ما هي أولوياتكم وكيف تستخدمون التكنولوجيات الحديثة. أنا أصلا من بنما، لست من غواتيمالا، إذن بنما وغواتيمالا لاحقا. سأتحدث باللغة الإسبانية. في عام 2019 نحن أصدرنا النسخة الثانية من IGF من بنما. هذه المبادرة نشأت في عام 2017 بعدما كنا مضيفي IGF لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. والمواضيع الرئيسية لسكان بنما ووسط أمريكا في منطقتنا هي الآتية: الحياة الشخصية، حماية البيانات الشخصية، لأننا قريبين من بلدين كبيرين المكسيك وكولومبيا، ليست عندنا قوانين ترد على هذا الموضوع، وعندنا مشاكل أمنية كبيرة في منطقتنا، وحكومتنا تريد حل هذه المشكلة بإدخال تكنولوجيات مراقبة موسعة جدا بالكاميرات المراقبة في كل المدن الكبرى لبلداننا، وهذا طبعا يتدخل كثيرا في الحياة الشخصية للمواطنين في رأيي. وهنا هذا يعود أيضا إلى نقص المعرفة حول حقوق المواطنين في هذا السياق، والحكومة تعتقد هذا هو الحل لكل المشاكل في البلد. وبهذا السبب IGF كان يركز على هذه المواضيع: حماية البيانات الشخصية، الحياة الشخصية، وتوعية السكان، كي يعرف السكان أن هذه التطبيقات التكنولوجية أنها يعني مفروض أن تخدم المرء وليس العكس من ذلك، مثل ما قالت المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل في كلمتها الافتتاحية. هذه هي الأولويات الرئيسية عندنا، يعني كيف نعملها على على جعل مدننا مثلا بنما سيتي عاصمتنا مدن ذكية بدون التغلغل في الحياة الشخصية للمواطنين. بنما موقعها هو موقع استراتيجي بين القارتين شمال أمريكا وجنوب أمريكا، والحكومة الراهنة والحكومات السابقة تريد جعلنا نقطة تقاطع تكنولوجية
الأيديولوجية للأمريكتين. ولكن اللي فتح بنما للشركات الكبيرة، نحن مضطرين لتلبية شروط معينة، ليس فقط في مجال الضرائب، هذا محقق، ولكن أيضا على مستوى السياسات لدعم هذه الاستثمارات وزيادة جاذبية بنما. هذا هو ليس الحال الآن، وبهذا السبب نظمنا اجتماعا للدراسة إلى أي مدى يمكن استخدام هذه التكنولوجيات لفتح هذه الإمكانيات، وفي نفس الوقت حماية المواطنين، وفي نفس الوقت أيضا تعميم الإنترنت أوسع بشكل أوسع. هناك 7 قبائل أصلية في بنما، وعندنا يعني عدد الأصليين السكان الأصليين يكون أقل من غواتيمالا، ولكن نحن دائما على رغم ذلك نريد فتح الإنترنت لهم كذلك. ومن خلال المجتمع الإنترنت نحن ندرس كيف يمكن نقل الإنترنت إلى هذه القبائل لجعل الإنترنت شبكة مفتوحة وحرة ومعممة أيضا لهذه المجموعات من السكان، وإعطائهم أيضا المنفذ إلى سوق العمل وتحسين ظروف العمل. هذا هو موجز للمواضيع التي ناقشناها في بنما في IGF عام 2019. وأنيا، شكرا جزيلا على عملك طوال السنة. شكرا. لا أدري هل لدينا أحد من غواتيمالا هنا؟ سيكون ذلك جيدا من أجل أن يكون لدينا صوت من هذه المنطقة. يبدو أنه ليس هناك أحد، إذن أنا أشكر الجميع، ولكن دعنا نبقى في المنطقة قبل أن نعود إلى أوروبا ونختم هذا الشق من الجلسة. وسوف أعطيكم الفرصة أيضا على طرح الأسئلة أو التعليقات. سوف نستمع الآن إلى بوليفيا. بوليفيا أيضا استضافت منتدى إدارة الإنترنت IGF مرة، فكيف هو حضور التكنولوجيات في بوليفيا أو في المنطقة بشكل عام؟ كان لديكم قمة إقليمية قبل فترة وجيزة، وأنا أعرف أن لديكم نقاشات حثيثة مع الدول بعينها. شكرا جزيلا أنيا. كما قيل سابقا، هناك فروق بين المناطق والبلدان لدينا، ونحن في بوليفيا بالفعل نقف في الوسط من هذا الموضوع. هناك بعض الجهود المعزولة استخدام إنترنت الأشياء بشكل أكثر، خاصة في الجامعات. هناك الكثير من التعاونات بين مشاريع بحثية مختلفة، وفي العام الماضي كان إحدى قضايانا في هذا العام أيضا أن نجمع الأطراف المتعددة المعنية. نحن أقمنا 4 ورش عمل تقريبا، وتحدثنا عما يسمى بالفصل البوليفي بالتعاون مع الوزارة المختصة وجهاز التنظيم وبعض الجامعات. وكان هدفنا أن نوفر مسودة لتنفيذ بعض التجارب لإنترنت الأشياء والتوصل إلى تنظيمات معينة وفقا لنتائج التجريب. إذن هذا هو طريقنا حاليا وفي المستقبل. وموضوع آخر لم يغطى بعد لكنه مهم بالنسبة للاندماج،
أن تكنولوجيا 5G أيضا على جدول الأعمال. بالطبع لا زلنا بعيدين عن هذا المعيار في بلدنا، ولكننا نحاول أن نجمع القطاعات المختلفة في بوليفيا، وقد أقمنا بعض هذه اللقاءات حيث ناقشنا عدة وجهات النظر، ونظرنا إلى ضرورة العمل مثلا من أجل إجلاء بعض الذبذبات من أجل أن يكون هناك قاعدة وأساس لهذه التكنولوجيات الجديدة حتى 4G، وهذه الإمكانيات غير مستنفدة بعد. ربما السبب ذلك أننا نعتمد على نموذج للأسعار يحتاج إلى تعديل، وإن حدث ذلك فذلك سوف يؤدي إلى اندماج الكثير من المجموعات المقصاة حاليا عن الإنترنت. أما بالنسبة لIGF الإقليمي لدينا، فكان لدينا عدة نقاشات حول التكنولوجيات المنبثقة. الكثير من مجموعات العمل هذه ركزت على الخصوصية كما أشرت لذلك لي من قبل، وكان لدينا أيضا منتدى حول الابتكارات، وهذا موضوع لا يعمل عليه بشكل كافي إلى الآن، لأن كل دولة مختلفة عن الأخرى، فكل بلد يتعامل مع الموضوع بشكل مختلف. شكرا جزيلا روبرتو على وجهة النظر هذه من أمريكا اللاتينية. أيضا بالفعل يجب أن ننظر إلى تعدد الأسواق أيضا فيما يخص تكنولوجية 5G. شكرا جزيلا على طلب الكلام، ولكن انتظر قليلا قبل أن تسأل. سوف نختم مع صوتين أو ثلاث من شرق أوروبا، وبعد ذلك نفتح باب النقاش للجمهور هنا في الصالة. أيضا لدينا 40 دقيقة، وبالتالي ليس هناك مشكلة في أن نعطي صوت لكل واحد. إن كنتم موافقين فدعوني أن أسأل، هل هناك أحد من إكوادور؟ ممتاز. حبذا لو تعود إلى النقطة الأخيرة لروبرتو، هل هناك وضع مشابه لديكم أم هل لديكم أولويات مختلفة؟ شكرا جزيلا. سوف أتحدث عن إكوادور ولكن بلغتي الأم. من بين الأسئلة التي طرحت هنا، كانت هناك أسئلة عن الجماعات المعرضة للمخاطر. في إكوادور هناك جماعات غير موصولة بالإنترنت، فقط 60% من السكان. أما ماذا عن المعزولين؟ السلطات في إكوادور في بعض الأحيان وزعت معلومات حول البنى العائلية المختلفة وكانت غير صحيحة، يعني بيانات عائلية. ليس الجميع في إكوادور يتوفر لديهم إنترنت في إكوادور، فالمعلومات عن المتوفين موجودة في الإنترنت وتبقى موجودة، هذه مشكلة كبيرة. من جانب آخر، نحن نتحدث عن تكنولوجيات جديدة وإلى أي مدى قد تشكل خطرا علينا. كما تعرفون فهناك مشاكل مع بالنسبة لبعض المعاقين وغيرهم، وكان
هناك تحمس لجمع البيانات البيومترية الشخصية، والآن النقاش يدور حول توفر الخدمات العامة والبيانات البيومترية للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن طريق تسجيل هذه البيانات يمكن مراقبة هؤلاء الناس، وهذه البيانات تتوفر في الإنترنت وهي بيانات شخصية بدون أن يكون هؤلاء الأشخاص قد وافقوا على نشر هذه البيانات. فماذا نفعل من أجل منع ذلك؟ IGF إكوادور في جلستنا الخامسة قررنا التالي: المطلوب أولا أن يكون هناك حماية أفضل لبيانات مواطني إكوادور، والمطلوب أيضا حماية البيانات البيومترية خاصة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو القاصرين. نعم، هذه وجهة نظر ننساها كثيرا، ومن المهم جدا وفقا للعقود الاجتماعية أن نقوم بتوعية الناس حول هذه الأمور وأن نتخذ الإجراءات المناسبة من أجل حماية البيانات وتدريب الناس على حماية بياناتهم. هذا مهم، وهنا أود أن أختم هذا الشق من الجلسة وننتهي مع شرق أوروبا، خاصة عفوا لليانا تقوم بعدة مهام في نفس الوقت. على فكرة هي نظمت في أرمينيا أيضا منتدى إنترنت إقليمي. أود أن أعطي لليانا الفرصة أن تتحدث عن IGF أرمينيا. شكرا جزيلا. أنا تحدث بالنيابة عن IGF أرمينيا، أنا منظمة IGF في بلدي. التكنولوجيات الحديثة تنعكس على العديد من المستويات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهناك الكثير من الإمكانيات للتعليم أيضا في القمة الخامسة لIGF أرمينيا في أكتوبر هذا العام. ناقشنا ما يسمى بالواقع المحاكاة بما في ذلك آثار ذلك على مجال التعليم، فكان هناك الكثير من التقدم في العشر سنوات الأخيرة، والأي آر يستخدم كثيرا في الأعمال واللوجستيات والألعاب والمصانع وإلى آخره. الكثير من الناس تعرفوا على إمكانيات الواقع المحاكاة، وبالتالي هذا يحسن من الأعمال. أرمينيا معروفة كبلد مع تاريخ غني وتراث مثير، ووزارة الثقافة بدأت تعمل في مشروع للواقع المحاكاة، وهو مشروع مهم للمتاحف والجاليريهات والشباب من أجل إبراز تراثهم الأرميني التاريخي الذي يعود إلى 3000 سنة
نطبق مثل هذه التكنولوجيات مثل الواقع المحاكاة من أجل إبراز الكنوز التاريخية والأثرية ومن أجل الزوار. في وزارة التعليم أيضا هناك مبادرة لكتب المدارس ومن أجل تفعيل تعلم الطلاب عن طريق Augmented Reality يمكن طرح البيانات بشكل مرئي بثلاث أبعاد وبالتالي يتم فهم الأمور بشكل أفضل. المشروع الرائد يغطي الفيزياء حاليا ويعطي الطلاب فرصة أن يتعلموا عن بعض الظواهر الفيزيائية والمبادئ الفيزيائية باستخدام الواقع المحاكاة. في النهاية من المفترض أن يتم التعليم في جميع التخصصات عن طريق هذه التكنولوجيات. شكرا جزيلا ليانا. أشرت إلى أهمية التعليم للشباب بشكل خاص من أجل أن يشاركوا في مثل هذا النقاش الذي يدور لدينا هنا. بالطبع المبادرات الوطنية والمحلية أيضا مهمة ويجب إدماج الشباب في هذه المبادرات في مرحلة مبكرة من أجل أن يبنوا على ما يتعلمونه اليوم من أجل أن يكون لدينا بيئة أفضل لجميعنا. ولذلك يجب أن نسمع من الشباب بشكل خاص كيف ينظر الشباب إلى هذه التكنولوجيات الحديثة. لهذا الغرض لدينا هناك مبادرة من أوكرانيا. أود أن أعطي الكلمة الآن لIGF أوكرانيا. شكرا جزيلا. اسمي فاليري، أنا من أوكرانيا وأنا مديرة IGF الشباب في أوكرانيا وأنا هنا كممثلة لقمة الشباب للIGF. في المقام الأول أود أن أشكرك أنيا أنك طرحت هذا الموضوع على وضعت هذا الموضوع على جدول الأعمال. صباح اليوم كان لدينا اللقاء مع فيند ومن المهم بالفعل بالنسبة لنا نحن الشباب أن تكون كلمتنا مسموعة. وباختصار شديد حول إنجازاتنا في هذا العام، ناقشنا كثيرا موضوع الاندماج في قمة الشباب للاي جي اف وكان لدينا مجموعة طلبة مدارس من احدى المدن الأوكرانية وهم حللوا مواقع الحكومة وهل هي مناسبة لمن لديه إعاقة بصرية. أنا فخورة أن قمنا بهذه الخطوة الأولى في طريق طويل من أجل أن يعالج موضوع الاندماج على مستوى أعلى. أيضا أريد أن أشير إلى ما يلي. أود أن أدعو جميع الأطراف المعنية أن يعملوا من أجل هذا الهدف، لأنه فقط عندما نتعاون نستطيع أن ننجز أهدافنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذا الموضوع لا يخص الشباب فقط إنما لجمعة IGF عموما. وهنا نختم هذا الموضوع. أيضا IGF الروسي يحتفل بذكرى تأسيسه العاشر. كان هناك أجندة كبيرة
فلنستمع إلى ليونيد الآن من روسيا وتفضل بأفكارك. شكرا جزيلا. أود أن أتحدث عن IGF روسيا والإنترنت الروسي. وجهة نظر مهمة أننا لم نحتفل في هذا العام فقط بخمسين سنة من الإنترنت، إنما قبل عشرين سنة تم الحصول على مجال RU domain، وهناك تنوع كبير من المحتويات والمزودين والشبكات الاجتماعية والسيرفرز ومنصات التجارة وما إلى ذلك. ويجب أن نشدد أيضا على أن الشبكة الروسية هي جزء من الشبكة العالمية والفضاء الافتراضي العالمي. نحن منفتحون على الستارت أب والابتكارات، وهذه الأولوية مدعومة من أحد السياسيين البارزين في روسيا، وهو أشار إلى ذلك أيضا في المنتدى الأخير. وهي المؤسسة التي تمنح أسماء المجالات في روسيا وتقوم بتطوير الإنترنت. من المهم أن نفهم أنه من أجل تأمين الإنترنت نحن نعتمد على تكنولوجيات واعدة، منها الذكاء الاصطناعي، مع التشديد على أن هذا الموضوع نوقش في المنتدى الروسي وتم مراعاة النتائج في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتطوير IGF، والرئيس بوتين أكد على ذلك. بالطبع هناك أيضا ضرورة حماية البيانات ومكافحة جرائم الإنترنت، وهذا يتطلب تعاونا دوليا. ومن المجدي أيضا أن نشكل مجموعات عمل دائمة تقوم بالاستراتيجية الوطنية من أجل موازنة جميع المصالح لجميع الأطراف المعنية. فمبدأ تعدد الأطراف أثبت جدواه في جميع مسائل الإنترنت، حيث الدول هي الضامنة والتي تشرع القوانين. ختاما أود أن أقول بأن التنظيم يهدف دائما إلى تأمين الإنترنت وأن يكفل جميع الحقوق، حقوق المستخدمين والشركات، ولكن يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر أيضا، وهو المحفز لتطوير تكنولوجيات جديدة حيث يكون هناك تنافس عادل وفضاء منفتح للجميع. Thank you very much for bringing the inputs from. شكرا جزيلا على هذه المداخلة من روسيا.
على ما يبدو أن البيانات في أنحاء البلدان والأقاليم لها أهمية قصوى، وروسيا أيضا مثال جيد على التعاون بين أطراف مختلفة، حيث المجتمع التقني حام وحاسم للغاية، ولكن أيضا الحكومة تلعب دورا حاما داعما. هذا يبين من خلال وجود ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة لدى المنتدى الوطني. وهكذا انتهيت من قائمة المتحدثين المسجلين لدي، كانت جميعها مداخلات جيدة، ولكن هناك ما زالت مداخلات أخرى من المنتديات الوطنية والإقليمية، ومن ثم أولا شوانا من أفغانستان ومن ثم غوم من المنتدى الروماني. شكرا جزيلا أنيا، أرجو الاعتذار على تأخرنا في الوصول إلى هذه الجلسة. أولا أود أن أتحدث عن تاريخ المنتدى الوطني في أفغانستان، حيث لدينا منتدى لإدارة الإنترنت على شكل منصة للحوار ما بين الأطراف المعنية من أجل تطوير السياسة الإنترنتية السيبرية في أفغانستان. تم إطلاق هذا في 2010، وتم الاعتراف عليه من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، ونحن نسعى إلى توعية حول أهمية إدارة الإنترنت وأن نطبق منهجية شاملة لكافة الأطراف. وفي عام 2017 كان هناك أول لقاء لنا، اجتمعنا في دائرة واسعة من أجل مناقشة إدارة الإنترنت. وفي عام 2018 كانت هناك القمة الثانية في شهر مايو، والمنتدى الوطني الثالث انعقد في عام 2019 بعدد 500 مشارك ومشاركة من الحكومة، من القطاع الخاص، من المجتمع المدني والمجتمع التكنولوجي والشركات من أفغانستان. السبب وراء كون المنتدى انعقد في عام 2019 في أفغانستان ناجحا جدا، السبب يكمن في أننا ناقشنا الكثير من المواضيع مثل إمكانية الوصول، معقولية الثمن، حماية المستهلكين، التنمية المتساوية للجميع ومواضيع أخرى نظرنا إليها من وجهة نظر تعدد الأطراف. ومن الجدير بالذكر أن أذكر أيضا أن المنتدى الوطني في أفغانستان هو المنتدى الوطني الوحيد الذي لديه أكاديمية خاصة بالأطفال، وهذا شيء مميز لدينا. وفي القمة الثالثة في عام 2019 ناقشنا خاصة موضوع الأمن السيبراني والثقة في خلال 5 جلسات، وكانت لدينا حقوق الإنسان والشباب أيضا، ومن ثم تنمية إدارة الإنترنت، يعني وسائل الإعلام والمواضيع الاقتصادية والتكنولوجيات الناشئة كذلك. ولكن يعني قلت إن أود أن أقول فقط إن أنني حذرت ذلك عن بعد، يعني فلديكم فقط نسبة 10% من اتصالية بالإنترنت، ولكن مع ذلك كان بالفعل اجتماع مثير جدا وعجبني كثيرا. يعني ماذا كان النقاش عندما تحدثتم عن موضوع الذكاء الاصطناعي مثلا؟ بالضبط، نعم صحيح، تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وكما سبق وذكرت مع عدد من الممثلين عن الحكومة، وكذا مع القطاع الخاص، وكذا ناقشنا موضوع إنشاء البنية التحتية. وقبل كل شيء وأهم من ذلك موضوع الوصولية ومعقولية السعر،
إذن كيف نستطيع أن نستفيد من هذه التكنولوجيات في بلدنا بشكل ملموس؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن التقرير الأفغاني سيصدر قريبا على الموقع الخاص بكم وعلى موقع خاص بالمنتدى العالمي. وإذا أوصي الجميع بأن تشاهدوا اللقاء عبر البث الإلكتروني الحي. شكرا جزيلا لك شبانة. معنا أيضا السيد رومان من روسيا وهو يمثل الحكومة. شكرا جزيلا، كان بالفعل مثير أن أصغي إليكم حول كيفية تطوير المنتديات الوطنية والإقليمية. الكثير من العمل الشاق والكثير من الخبرات والممارسات الحسنة التي نستطيع أن نستفيد منها أيضا من أجل المنتديات المستقبلية. عندما أنظر هنا إلى خارطة العالم أستطيع أن أضيف أيضا أن حتى في فلاديفوستوك انعقد منتدى لإدارة الإنترنت، فإذا كانت هناك ترتية في هذا العام لهذه المنطقة من العالم. وفي الخارج لدينا أيضا كشك أو شباك لمركزنا للمبادرات المحلية، حيث يمكنكم أن تتزودوا علما بما نطبقه من منهجية متعددة الأطراف. والكثير من الأفكار للرئاسة السابقة في فرنسا التي طرحت هناك، والعهد من أجل الإنترنت، ويعني بمبادرة السيد الوزير ألتماير والسيد جو كيزا، كل هذه الأفكار أو الكثير من هذه الأفكار ناقشناها. إذن أرجو أن تزورونا في كشكنا، وأرجو أن تدعموا أيضا أصدقائنا في أرمينيا ومن بيلاروس ومن أوكرانيا ومن مولدافيا. أن عجبت كثيرا مما قلتموه عن التراث الثقافي وأن إمكانية مشاركة الشباب عبر الإنترنت، وأنا بالفعل أظن أنه من الهام للغاية أن نحمي تراثنا الثقافي ولغتنا، وأن نستخدم في سبيل تحقيق ذلك أيضا التكنولوجيات الحديثة. ولذا اقترح أننا في المنطقة اليوروآسيوية ندعو بعضنا البعض لتبادل الزيارات، لتبادل الخبرات. أيضا نرحب طبعا بباقي أنحاء العالم لزيارة المنتدى الوطني الروسي. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا رومان، هذا حقا بالنسبة لنا في الأعمال العامة شيء مهم للغاية على صعيد العملي، حيث هذه النقط على الخارطة تشير إلى مواقع وجود المنتديات الوطنية والإقليمية. وهنا أود أن أعطي الكلمة لمن يقف وراء الميكروفونات وينتظرون، ومن ثم أعود إلى الطاولة. مره أصبحت تنتظرين منذ فترة. شكرا جزيلا أنيا. أنا سعيدة جدا بهذا التبادل هنا. اسمي ميري أودوما، أنا من نيجيريا وأمثل المنتدى الوطني النيجيري وكذا المنتدى الإقليمي لغرب أفريقيا. وفي المجتمع والبيئة نحن حقا من المهم ما هي مشاركة التكنولوجيات الحديثة من أجل حل ألح المشاكل لدينا، خاصة فيما يخص مجال البيئة والزراعة. كثيرا ما الشركات التكنولوجية لديها أفكار مثلا حول استخدام الطيارات من غير طيار من أجل الري للحقول، وأيضا لنشر السماد عفوا. وهذه التكنولوجيات الحديثة تستطيع أن تساعدنا على هذا سعيد. وما زالت مع ذلك هناك مشاكل وهموم أمنية. هنا يدور الأمر حول الأرواح والممتلكات، وكذا لدينا مشاكل تتعلق بالسلطة وتوازن القوى. هذا أيضا مسائل تطرح من قبل التكنولوجيات الحديثة. ومن المهم للغاية أن لا نتحدث فقط ونتحدث ونتحدث ونتكلم، بل أن تكون هناك شبكات أكثر تطبيقا للتعاون وندعم هذا. ما عجبني كثيرا ما تقوم به إيطاليا في إطار
المنتدى الوطني أو تشاد أو روسيا. كيف نستطيع بشكل ملموس بطريقة عابرة للقطاعات؟ وكيف نستطيع أن نشرك الشركات التكنولوجية من أنحاء أخرى من العالم لربما؟ شكرا جزيلا. شكرا لماري. هكذا يبدأ التعاون عبر الحوار، وأظن أننا نستطيع أن نستفيد كثيرا خلال هذه الجلسة عما تفعله المنتديات الوطنية والإقليمية، ولربما ينتج عن ذلك مشاريع ملموسة جدا. طاب صباحكم. الآن الكلمة أنا ليليا إدي بابوتشي من غانا. أنا أقوم بتنسيق منتدى الشباب لإدارة الإنترنت في غانا. في هذا العام كانت لدينا اجتماع قمة، وكان لدي للطو لقاء مثير جدا مع فينس، وكان لقاء مع ممثلي وممثلات عن الشباب. وهنا كان الموضوع مستقبل العمل، الوظائف الرقمية والإدماج والشمولية، يعني منهاج شامل للجميع. والآن أصبحنا إلى الجيل الرابع من الثورة الرقمية، من الشيء اليدوي إلى الشيء الرقمي وفي إقليمي في العالم. ننظر أولا في الأشياء الأساسية، أي الترابطية والتواصلية، وكل هذه التكنولوجيات الأساسية التي تسمح من استخدام الشمولية الرقمية. فإذا لدى المنتدى الشبابي في إيران تحدثنا عن كيفية إمكانية أفضل استخدام للتكنولوجيات الحديثة من أجل مصلحة الشباب، إذ أن كثيرا ما هناك مخاوف لدى الناس من فقدان الوظائف نتيجة التكنولوجيات الحديثة، ولكن هذا غير صحيح. ولكن بدلا من ذلك يمكن التكنولوجيات الحديثة أن تفتح مجالات جديدة وفرص جديدة للشباب. ومن ثم كان لدينا إمكانية لعقد ملتقى آخر لدى المؤتمر الإفريقي للإنترنت والبيانات، وهنا تحدثنا أيضا عن التكنولوجيا الناشئة وعن المستقبل الرقمي لأفريقيا. فإذا المسألة الأهم بالنسبة لنا كيف نتعامل مع القيود المفروضة علينا بسبب الموقع الجيوغرافي لدينا، وكيف مع ذلك نستطيع أن نستفيد من الفوائد الكامنة في التكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك نهتم في شأن الاستدامة والاستمرارية، وإذا الأفعال تطبع أقوالنا، ومن أين يأتي تمويل؟ من يستطيع أن يمول ذلك؟ وكيف نستطيع أن نطبق كل ما تطرقت إليه؟ وفي أبريل هذا العام عقدنا اجتماعنا، وما زلنا نتذكر ما تحدثنا عنه هناك، والآن نستمر العمل في هذا الصدد وأصبحنا على طريق جيد. شكرا جزيلا. شكرا على هذا المنظور الغاني، هي مهمة وشيقة بالنسبة لنا. ساندرا معنا وهي تمثل المنتدى الأوروبي. شكرا أنيا. أتمنى أن لم يتأخر الوقت. أرحب بكم جميعا هنا في بلدي. أنا عن طريق الصدفة يعني من المواطنين الألمان، حيث شاركتمونا الكثير، نستطيع أن نستفيد منا ونتعلم منا الكثير هنا في ألمانيا. شكرا على مشاركتنا. هذه النتائج الخاصة بكم. لن أتحدث عما ناقشناه في العام الماضي لدى الاجتماع الأوروبي، بل يمكنكم أن تتزودوا بمنشورة في الخارج من الكشك لو رغبتم في ذلك. ولكن أود أن أستغل هذه الفرصة لإلقاء النظر إلى المستقبل. ما هي الخطوات القادمة؟ هناك عنصرين. أولا، عندما تتحدث عن التكنولوجيات الناشئة وحول كيفية تطبيقها واستخدامها في حياتنا، فهناك فئة معنية مهمة للغاية، وهي النواب البرلمانيين في بلدانكم. وهنا لدينا في هذا الاجتماع عدد كبير من النواب والنائبات من البرلمانات، خاصة من جنوب العالم ولكن أيضا من العالم الأخرى. فإذا اسمحوا لي أن أدعوكم للقاء بكم غدا في الصباح. ستكون هناك جلسة خاصة بهم، وسيتحدثون عما
تعلموه وسيعودوا به إلى برلماناتهم الوطنية. فإذا لا أستطيع إلا أن أحفظكم وأشجعكم على الاتصال بالمنتديات الوطنية والإقليمية، وعلى الضوء التقرير الجديد للجنة الغفية المستوى حول التعاون الرقمي. وهذا العنصر الثاني، أود أن أثير أن هناك إمكانية كمنتدى أوروبي، وانتحصنا هذه الفرصة وأجرينا عملية تشاورية، فسنناقش ذلك مرة أخرى أثناء فترة الغداء. فالمنتديات الإقليمية مع معنى ذلك بالنسبة لمستقبل العمل. مثلا المنتدى الإقليمي لأمريكا اللاتينية نظرت إلى المبادرات في هذه المنطقة، وقررنا أننا سنجتمع بشكل غير رسمي معهم، ومرة أخرى سنراجع النتائج الخاصة بالتقرير الأممي الصادر عن اللجنة الغفية المستوى حول التعاون الرقمي، كان ننظر فيما معنى هذه النتائج بالنسبة للمنتديات الوطنية والإقليمية. ولا أستطيع إلا أن أشجعكم أن تقرأوا وتطالعوا على هذا التقرير ومع معنى هذا التقرير. مثلا أدعوكم أيضا للحضور معنا إلى النقاش في القاعة رقم 1 في فترة الغداء. سناتي حتما، وشكرا أيضا للتطرق إلى النواب البرلمانيين والمشرعين. كان نوعا ما في بعض الأحيان من الصعب أن ننظم ذلك على هذا الشكل، ولكن أظن أن هذا حقق نجاحا باغعا. وأرجو الاتصال والتوجه نحو سارة أو التوجه نحوي، ويمكنك أن نوصلكم بعلاقات واتصالات إذا فرصة فريدة لمشاركة النواب الخاصين بكم. وأعتقد إذا نستمر في هذا الجانب. معنا أو عندنا الآن 5 دقائق، ويمكن نطول ب5 دقائق أكثر وثم نختتم. شكرا. ألكسندر سورين من روسيا. أنا أمثل المجتمع المدني، وبودي أقول بأن روسيا لها يعني ليست لها IGF وطني حقيقي. عندنا IGF ولكن هذا تحت مراقبة الحكومة، ليس هناك فكرة تشمولية أو مناقشات حقيقية. الآن هناك يعني نحن نحتفل 10 سنوات لتأسيس هذا المنظمة، لكن ليست هناك اجتماعات الأوبن مايكروفون مثلا. هذا مؤسسة مراقبة من قبل الحكومة، وأرجو التدخل في ذلك. وأشكر سيد ليمان وتشوكو على الحضور هنا وتحدث كممثلي الحكومة، ولكن أود أن أشير إلى تكنولوجيات نسو أو جوانب نسوها ذكرها. يعني المراقبة الواسعة، المراقبة الجماعية بالتعرف على الوجوه، القمع، و كذلك ما هو مواجه ضد ناشطين على شبكة الإنترنت. وأعمل بأن IGF في العام القادم سيكون فعلا متعدد الأطراف المعنية. يمكن نتطرق فيه إلى كل المواضيع مثل ما هو اعتيادي في بلدان أخرى. أشكر المشاركين في مؤتمر فلاديفوستوك اليوم. هناك رأينا فعلا منطلقا لتعدد الأطراف المعنية. أشكر ممثلي أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا، لأن هناك المجتمع المدني ممثل أيضا ويمكن أن يتحدث بصراحة. شكرا. لن أسمح برد مباشر على ذلك، لأننا نتحدث عن التكنولوجيات الحديثة وليس كيف يتم تنظيم IGF. نحن نقدر على تقدير لعمل 120 NRI قدموا هذه أو حضروا هذا اللقاء هنا منذ 12 شهر، ونركز الآن على التكنولوجيات الحديثة. ألكسندر، لقد رفعت مواضيع مشيرة القلق، ولكن هذا طبعا رأيك، وطبعا نحن لا نراقب الـ NRI، ونحن نقوم ب
الدعم لعملها. وفي روسيا كانت آنذاك صعوبات بالنسبة لمنطلق تعددية الأطراف المعنية، ولكن أنا أؤكد بأننا دائما منفتحين لأي نوع من المناقشة حول ذلك. رومان، 20 ثانية فقط. شكرا ألكسندرا. نحن نعرف بعضنا، نتحدث مع بعضنا، و أعتقد كنت حاضرا في مؤتمرنا. أنا لم أكن من بين المنظمين، ولكن كنت أترأس إحدى اللجان، وكانت هناك أسئلة كثيرة مطروحة من مجموعات لأطراف معنية. أعتقد هذا نقد غير مناسب، وأدعو الجميع إلى الحضور إلى اكتساب صورة مستقلة لهم. أنا لست من الحكومة، أنا من المجتمع المدني، وأعتقد أن التأكد من الحقائق مساعد جدا. هذا كانت مداخلة جيدة، وأرجوكم الحضور عندنا واكتساب صورة شخصية منه. طبعا هناك نظرات مختلفة إلى إدارة الإنترنت بين البلدان المختلفة، ولكن لا أرى أي رقابة في روسيا، ولكنني أعتقد يمكن التعبير عن آرائنا بكل الحرية. تستخدم إنستغرام وتليجرام بكل حرية، إذن أعتقد مثل هذه المداخلات غير مناسبة، ونتعاون ونتعامل كأطراف معنية متعددة. شكرا رومان، لنتعاون جميعا. علي نعود إلى موضوع هذه الجلسة، ونحن منذ سنة كنا نعمل على تحضير هذه الجلسة، وأرجوكم احترام هذا العمل والاقتصار على موضوع التكنولوجيات الحديثة. شكرا. شكرا أنيا. اسمي جينيفر تشانغ، وأنا من IGF الإقليمي آسيا والمحيط الهادئ، وأشكر الزميلات والزملاء الذين أشاروا إلينا عدة مرات. مثلا في العام الماضي كنت أشارك في المؤتمر في فانواتو، وكنا أيضا في المؤتمر العاشر IGF في روسيا، وبمناسبة ذكرى 25 سنة لدوت ار يو، وكان عندنا مضيفين جيدين جدا. في العام القادم سنزور نيبال، بلد لا يطل على أي بحر. إذن هناك تنوع كبير جدا على الصعيد الآسيوي، وبالتالي أيضا تنوع كبير جدا من التحديات. عندما نتحدث عن التكنولوجيا الحديثة، طبعا نرى هنا الطيف الواسع من ما متوفر. أود أن أتحدث ما تم مناقشته في فلاديفوستوك. التكنولوجيات الحديثة والحواسيب، هذا كانت يعني المناقشة كانت شيقة جدا وحيوية. الموضوع يعني الأخلاقيات، وكيف يمكن إدخال الأخلاقيات في المدرسة، في التعليم، مسؤولية الذكاء الاصطناعي. والأخلاقيات ليست ثابتة وجامدة، ولكن المعايير تتغير باستمرار، ويتم دائما مراجعتها. وعلاوة على ذلك، تحدثنا أيضا عن منطلق تعددية الأطراف المعنية عندما يتعلق الأمر بالكريبتو. يعني هذا موضوع جديد، يعني العملة الكريبتو هذا عملة ما بين المعنيين العوائق للحصول عليها متدنية جدا، والمسألة
مهمة جدا، يعني كيف يمكن تنظيم ذلك؟ نحن تحدثنا عن الهجمات على الحاسوب والأخرى، ونحن سمعنا أيضا مداخلة من اليابان التي شهدت المؤتمر مجموعة العشرين وناقشوا موضوع المنظومات المالية المعتمدة على بلوكتشين، وأشاروا إلى حماية المستثمرين والمستخدمين ومكافحة الجريمة المالية. وعلاوة على ذلك تحدثنا عن الأمن على الإنترنت، وأعتقد هذا موضوع مهم لكم جميعا وأطراف معنية كثيرة هناك. نحن كنا أيضا نحصل على المتابعة لهذا الموضوع من تايوان، هناك مجموعة مشروع متعلق بالإنترنت للأشياء وخصوصا فيما يتعلق بالمشاكل الأمنية. لذلك كان هناك قرار 68167 صادر من الأمم المتحدة ضد المراقبة المتداخلة وجمع البيانات الإلكترونية المتدخل في الحياة الشخصية وأضرارها على المجتمع الديمقراطي، وقمنا بمناقشات جيدة حول ذلك بالإضافة إلى مخطط المجتمع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن التغلب على الآراء المسبقة النمطية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن صياغة الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق، وكيف يتم ترجمة ذلك إلى السياسة الوطنية. وبالإضافة لذلك ناقشنا التحديات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للرعاية الطبية. والآن أود أن أدعوكم جميعا إلى الحضور لIGF-نا الإقليمي ونستنى الاجتماع في العام القادم في كاتماندو في نيبال. شكرا جينيفر، وأتمنى أننا نلتقي هناك أو نلتقي أونلاين. نحن تجاوزنا وقتنا، ولو كنتم قادرين على التحدث هنا كان هذا ممتازا جدا. نعطيكم بضعة ثواني إضافية. عندنا أيضا مداخلة أونلاين. ألكسندر تشايف من شمال مكدونيا، أجرينا مناقشات شيقة حول التكنولوجيا الحديثة وقبولها، وهناك هناك وزير المختص أطلق مشروعا واسعا لرقمنة الحياة، حياة المواطنين، رقمنة الخدمات الحكومية جميعها، وكل ذلك على أساس منصات رقمية. الحكومة شاركت وساهمت في رقمنة الحياة، وإحنا تحدثنا عن إدخال لغات متعددة يعني من خلال التكنولوجيات الحديثة. الجميع يستطيع أن يتابع ذلك بسهولة وبشكل مباشر. شكرا جزيلا ألكسندر على أنك تتصل بنا من سكوبيا. الآن زميلين، وأرجوكم الإيجاز الشديد لأنه يعني يجب أن شكرا جزيلا، سوف أختصر. أولا علي أن أعترف بأمر، أنا لا أمثل NRI يعني مبادرة إقليمية، أنا من المالديف، والمالديف غير موجودة على هذه الخريطة الموجودة هنا. فمساحة دولتنا هي تشكل 1% من العالم. نحن دولة نامية صغيرة، ونحن دولة جزر. من الملهم جدا أن نكون هنا في IGF لأول مرة. من الرائع أن نرى ما الذي يحدث
إقليميا ووطنيا ودوليا، وفي العام القادم 2020 نريد أن نعقد أول IGF إقليمي لدينا ونتعاون مع شركاء وطنيين وعالميين. التكنولوجيات الحديثة هي مفتاح بقائنا، نريد أن تناقش هذه التكنولوجيات المنبثقة خاصة في بشكل عابر للاختصاصات في الأمن الغذائي والنقل والطاقة وتغيير تغير المناخ. شكرا على الدعوة والكلمات الملهمة، ونتشوق أن نكون جزءا من هذه الأسرة. شكرا. دعنا نتحدث اليوم أو غدا. المالديف ممثلة بشكل قليل للغاية هنا في IGF، ولو كان هناك IGF وطني لديكم فهذا خبر سار للغاية. شكرا على هذه الفرصة. سوف أختصر جدا. سؤالي: هل ممكن أن نحسن المعايير الأخلاقية لاستراتيجية التنمية وتعزيز شفافية الاستراتيجيات بما